وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور فهد الشليمي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية بدولة الكويت. أهلا بك دكتور فهد، وبداية نبارك لكم أعيادكم الوطنية في دولة الكويت الشقيقة، ونتحدث اليوم عن الكويت وإنجازاتها المتميزة في عيدها الوطني 60. كيف تنظرون إلى هذه الإنجازات، وما هو المؤمل أن يتحقق لمستقبل الكويت الزاهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مبارك لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين والحكومة الكويتية وللشعب الكويتي الشقيق. الأهم مو احتفالات الكويت، الأهم احتفالات دول مجلس التعاون الخليجي. شيء الحقيقة يثلج الصدر، شيء صراحة. يعني مثلا عندك في البحرين السوشيال ميديا، الإذاعة، أنتم في الإعلام، الشخصيات السياسية، الشخصيات العامة، الفنانين، اللاعبين، فهذا يدل تماما على أننا إحنا في هذه البقعة الواحدة أهل. وأستذكر في هذه المناسبة الدور المشرف صراحة للقيادة البحرينية السابقة والحالية في حرب تحرير الكويت وفي الغزو الكويت. الزوارق الكويتية، الزوارق البحرية الكويتية تواجدت في قاعدة في البحرين، تم صيانتها وإصلاحها، الآلاف من المواطنين الكويتيين تواجدوا، الجيش البحريني كان يسمونه قوة دفاع البحرين، الجيش البحريني ضباطه وأفراده على شمالي كانوا في حرب تحرير الكويت لما كنا داخلين. البحرين مواقفها الحقيقة طيبة جداً. أضف إلى ذلك المواقف السياسية، كل مواضيع الحدود والمشاكل اللي صارت على الكويت كانت البحرين سواء في الجامعة العربية أو في مجلس الأمن أو في مجلس التعاون الخليجي متواجدة ومع الحقيقة الموقف الكويتي. فنقول للبحرين عشتم ودمتم وسلمتم قيادة وملكا وولي عهد وحكومة وشعب وإعلام ومواطنين ومقردين، دمتم سالمين، ذخر وفخر لنا في دولة الكويت. نعم دكتور فهد، أنتم أهل وتستاهلون إن شاء الله. من الكويت الدكتور فهد الشليمي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.